أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم ونحييكم وحلقة جديدة من برنامج ما جينا يا ما جينا، الموسم الخامس. رمضان كريم وصيام مقبول وكل الهلا بيكم. قالت الحجية والحجية تقول شعر ما بس تحكي حكاية، لقلق عليكي زرق ولقلق عليكي مال، ابن الطويل قصر وابن القصيرة طال، واهل الطنيبر والزبل صاروا اصحاب جاه ومال، ومال الحمل ومات الجمال، ومن هالمال حمل الجمال. الى فقرات البرنامج. مع هاي الديون اظل انا مليح حق العالم. لا حول ولا قوة الا بالله. مرحبا عمان، سكان الربع اعطيني 7 نسيتل. 7 نسيتل بربع؟ ليش ما تدخلي معي شريك فقد مرة؟ انت بنت منو؟ انا بنت مهند. مهند؟ لا استفادينا. يلا عمو مشيني يلا. ايش عالصيحين؟ قليل انا اشتغل عندكي. دحقي اب الله اذا ما مشيتي دخليكي بالبراد وبيعكي مع افقاد الجيش. مسكي يلا روحي. عابت شو مجي للوقت هذا؟ ايو 50 300. والله انا هسه احتاج 300 ألف بس حتى اشتغل الامنويات، وانا اصلا ما عندي. يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام. يا ربي انا مصبح ابوك من اليوم. ولا شلونك؟ قال لي هذا اللبن جديد؟ اشني؟ طعم. ليش ما اجيب لك خبزاي فقط مره من الفرن انت قاعد تاكل؟ اللبن مالك جديد لو قديم؟ اقول لك انت تدفع مال لبن مال اول 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 تنبيحه وبعدين تعال اسالني على هذا اللبن. عيل وش بيك؟ اش بيك ملتهب علينا؟ كوي ما تطيق، دحق علي عندي يدين، ويان وبيتي خطوتين. وين انت صالح؟ ايش قد تجي تاخذ من عندي بالدين وما توفي؟ ايش قد صاغ لي يعني؟ وبعدين تعد اقول لك، قابل بس انت بالاسواق اليوني بالمنطقة، كوي 100 ألف ابو اسواقك وهوني، افتهمت لو لا؟ ما انت تبيعني غيرك. الف رحمة على والديك، يعني ما وقفت على شهرتي، ادنطيني فلوسي وبعد لا تغشعني وجهك. والما اخي انا المشكلة احبك. انا احبك. بعدين اقول لك شغلة. احمد الله واشكره على اشتغي من عندك. وانت تعرف ايش قصر عليك بالدفتر لو لا؟ ايش قد؟ هسه انا اشيك لك. شيك شيك. محمد بس دعوف اللبن. طعم. هلا دزت من ايدك زيت 650 ألف. اشنو؟ حال. ايش دعوي؟ 650 ألف ايش ماخذين من عندك سيارة؟ خلي جدي كان يشتغي من عندي بالدين لو انت. اخوي هذا المبلغ الظاهر هذا بينه اختلاف بيها، انا قاعد اشك بالموضوع. دحق دير بالك تشكك بدفتري، افتهمت لو لا؟ والله ما يقعد راح ابو جوده. دحق اخوي اقول لك انا دشتغي، تبيعني بالدين اهلا وسهلا، ما تبيعني بس كنت اقول لك كنت اخذ خفايف يومين وارجع لك يومين. خفايف. يلا دخشع عود، انا احبك. يا الله ناوشني علاقه بالله. والحيل وانا جد المحل اجل معود. اجالك قلنا لك ما تنطيق. وليش ما تنطيق؟ وداك ايش في خدمه؟ خفايف دحق ما تطلع. راح جيب ماكو. شو راح؟
ولا بد اجيب اجالك والله حي بعد اقول لك يومين واجيب لك اياه اشقد 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 100,000 هسه اجيب لك اياه يومين 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 للنقشه الله كريم ايش تبي ياخذ لي بس البان بخت الله اشقد تصرف من البان انت ممنون الكاسي سجل علي والله دمرتني بخت الله يا اخي ما عنده بس خليني اسال السلام عليكم وعليكم السلام قلبي سمعنا اكو جبس بايفون برو ماكس عندك منه ايش بيني يابا ايفون برو ماكس قال لي انت جاي على اسواق لعلى عبد الله سنتر مين اجيب لك هذا بابا عيني سمعنا اكو جبس بينه هدي ايفون عني سال علينه والله دحق للامانه هو خوش ولد بس شويه عصبي قال لي هو عريس جاي تسأل علينه مين اجيب لك انا اقول لك ما يطلع منك هديه ايفون جالكسي بالقليل جالكسي والله ينوق للعنزي طغف تمشي روح روح ولا بويدو روح ايش بك واقف على تصم بي ولا يابا هو فارق كل شيء ما عنده ان صوت شي امشي بكلامك بس امشي بخت الله عشان المجتمع هذا بخت الله اعزل والله اعزل احسن لي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اخوي ايش عندك دين ايش عندك اخوي ما انت بشركه مال اكلات هلا بي عندي دين معك لازم اطفيه وعلي شو تطفيه خلينا نتدفع عينه دمك خفيف جيب فلوس حبيبي حبيبي والله انا حالي من حالك انا همين ادعي الناس فلوس وعينطوني هي حبيبي انا شعلي انا طبق فلوس اياها اصبر علي بس هاليومين ثلاث يلا جمعت تراخموا على بياناتنا لا تجيب فلوس لا تحمل راح يصير صار دعناك صلوات على النبي عصبي والله هسه انا منين اجمع الفلوس والله خلي اقوم وفر عليهم واحد واحد واجمع الفلوس كلها اذا ما اكل ما تصير انا مين طلع تفتحوا الباب تفتحوا بخت الله ايه نعم تفضل والله جاي اسلم عليك اخوي عليكم السلام والله انت فقد واحد ما تستحي يعني جاي باك بوقت على مود تسلم علي والله انت صلف ولا انا صلف ولا انت وجهك باب حمام ليش تستحي ايه وش بيك ايش بيك ايش بيك الجيزر مالك عالق علي ايش عملتوا لك ول قبل اسبوعين جيت اتديرت من عندي وقلت لي يومين وارجع لك هي وهاي صار لك اسبوعين لحد لا ما قلي وين كله على مداني وش صار لك قابل متت من الجوع عيانك ويقف على حيلك بعدين ليش انت محلك طول بعضه محتاج فلوس انت محتاج فلوس والله العظيم والله حتى ما تفلس يا ستار اهجموا بعد خغوب وهو اصلا هجم ليش يفيد حسد ليش يفيد ولا يابا العالم كله تدين منك وما تفلس دحقوال اليوم انا اجلد ايهوني اجلد اجيب المطح مالي وانام ايهوني الا تنطيني فلوس عراتب ان شاء الله همين من استلم راتب اجي هم فيك الدين واخذين عندك بالدين مرت الاخوي تنطيني فلوس اليوم وما اخذ دين بعد ايه وش بيك عالصيح ايش بيك عتمنى ان اسف وانت نخبش اخشعش كم فلس اكو واجيب لك اياه يلا هسه بس خمس دقائق يلا انتظر انتظرني يلا
بعد ان شاء الله ما يصير عندي بفلوس راح يمروا لك على البيت ويوفوك الدين. اخوي امسكه خلي احفادك من يصير عندهم يطل احفادي روح الله يتقبلك. يمكن فاج شامل شامل ايه خلص شحنه هذا يمكن فاج اروح اجيب له ماي. مشاهدينا اليوم عندنا موضوع كلش مهم، اليوم موضوعنا هو عن الدين، راح نفتر ونسأل العالم، هم مدينين أحد وما مرجع لكم الفلوس؟ يلا خلينا نروح نفتر. طبعا دائما اكو من يعاني فراح افوت أول شيء على الموبايلات، لأن يعني الموبايلات دائما هي ما يعانون من هاي الأمور. السلام عليكم. السلام على عينك. أنا حبيبي؟ لا قلبك. آه لا احنا بنسأل. اسأل. جماعتك؟ ايه. اه بنسألك خوش سؤال لك. ايه. يلا. ايه. هم مدين احد منهم فلوس ما مرجع لك اياه؟ ايه والله. منو؟ مجرم. ليش ما ترجع له فلوس؟ والله قلت له اصبر ما يصبر. حبيبي انطيك الحل، انطيك الحل؟ ايه. ارفع عليه دعوة. لا حبيبي هذا صاحبي. والله بدي بروحي صدقتي. تقول 25000 25000 وتفاطسنا عليها عبالي مبلغ قوي طلع 25000 فضوها بيناتكم لا فضيناها ما عليه يلا يا عزمت على من؟ ايه اليوم عزمنا على النخيل ها والله هذا هو واحد 25 لا انطاني فوق الفجر 50 طلعتكم وصلت فلوس اصلا عيتهم وماكو كل شيء ايه مع الشوف هسه نفتر حبيبي شكرا قلبي حبيبي انا بيك احلى السلام عليكم الشوف حبيبي اخبارك؟ بدي اسالك كم سؤال، بما ان انت موبايلات هاي معاناتكم اصلا يعني. هم مدين احد فلوس وما مرجع لك اياه؟ او موبايل؟ ما اشتغل بالدين. طلع ديرس صحيح ما يشتغل بالدين. ايش رايك؟ يعني انت ليش ما تدين؟ يعني انا بخصوص شغلي يعني شغلي ما اقدر ادين. زين من الاصدقاء من ابد انا لاغي فقرة الدين ابد. هاي خوش فقرة ولازم أنا من عاد أفكر التبقى محمد بعد ما دينك أي فلوس مصورنا عندك 5000 جيب لي هي مشكور حبيبي هسه احنا راح نضل نفتر ونفوت على هالموبايلات بس ولو هون ازدحام بس راح نفوت احنا خوف الازدحام عليهم يا الله السلام عليكم عشانك حبيبي اخبارك تعرف اسمك علي حبيبي علاوي علاوي اسالك سؤال هم مدين احد فلوس ما جايب لك اياه اكو احد مغلس عليك بعد ما يدين احسن موبايل شيء ما بس نقد متعامل اكتشفت شغلاي انه هالموبايلات الجامعه كلهم كلهم فقره الدين حبيبي عشتيك افتح بعد ساعتين ظل فور دوغنا على غيد واحد ما دايما عنده فلوس شيء نعمل مشكلة بيناتهم رأيكم ما طيب من الناس اللي يدينون أبو الرصيد مثلا فإذا لقينا واحد أبو الرصيد أمورنا عدل يلا السلام عليكم أشاك حبيبي أخبارك تعرف على اسمك عبد الله حبيبي عبد الله بدي أسألك سؤال بما أن أنت أبو رصيد وعندك معاناة كلش قوي ايه همك واحد يدين منك ويغلس ما يجيب لك اي شيء على قلبك والله اكيد الشماكو زين انت ايش تعمل باي من واحد يدين من عندك وما يجيب لك اي ايش تعمل معانه والله ايش شلون قصدك يعني هسه شلون ترجع انت الدين مالك والله معاناه يخبروا ما يقفلوا يسدوا بوتشي اوف اسكتوا خليه
نحب من هذا المنبر احنا الناشد جماعة انت من ياخذين رصيد تجيبوا له فلوس الولد زي اصدقائك ما وعرفهم هذا يعتبر غدر عرف عرفهم انت جرحك كلش كبير حبيبي بعد ما اكل ادبي بدي لا دين نصيحة من اخوك لا دين ولا بعدين هذا هو هسه احنا اتفقنا انه بعد ما راح يبيع بالدين ماشي يا الله السلام عليكم سلام الحبيبي شلونك حبيبي الله يجزيك تعرف اسمك سالم حبيبي سالم انت همين مدين احد وما ما ياخذ الفلوس او ما جايب لك الفلوس ويغلس والله صديقي عزيز علي يعني عشرة عمر دينته مليون و400 مليون و400 اي والله قال لي دي يفتح مشروع فتح مشروع ونجح مشروعه بعدين شوي قام يغلس على الفلوس تقريبا 7 شهور قلت له حبيبي على مود الفلوس خبرتونه قال لي دلل الاسبوع الجاي يمك عبا اسبوعين خبرتونه مرت له قال لي ما عليك شو جاي يمك الفلوس قلت يا الله وانا دفتح مشروع فتاته والله مشروع تجهيزات رياضيه البسه الله يعزه خبرناه شو على في خفل الخط بعد ما يرد أذارك نعزل المشروع ماله ونهزم تقبل أكل رجع له الفلوس يا أخي أنت صديقه رجع له الفلوس حبيبي الله يرزقك حبيبي شكور مرحبا عيني أشياء مشغول شوية طلع أبو المحل أصلا ما موجود ما موجود شرحان تخيل أنه ما موجود السلام عليكم شلونك عزيزي؟ الحمد لله بخير. متعرف على اسمك؟ أنا وعد. وعد. أستاذ وعد الغالي. بدي أسألك سؤال. إحنا اليوم عندنا فقرة اللي هي عن الدين، هم ماكو أحد مدين من عندك وما جايب لك الفلوس؟ إي أنا هم مدين منهم. هم أنا مدين منهم وهم مدين منهم. حلو، فكرة حلوة. واحد ما كان حق الله. حلوة. طبعًا. يعني هي مدينة من عندك وأنت رجعت دينت من عندك. إي ولسه واحد يطلب الله بعد. طبعا حلوه هاي الفكره والله انه واحد من يديهم يرجعوهم يديهم من عنده الصديق وقت الضيق صح بس اكو واحد مغلس يعني هو لا ما يخالف ما يروح شيء اي بالاخير يعني نجيبه حلو طبعا حلوه هاي الفكره انه واحد يدين يرجعوهم يديهم منه يرجع على يديهم من هذا بس بالاخير اصلا انتهى الاسبوع كل من يقعد ببيته هذا وكل شيء مره حبيبي شكرا جزيلا حبيبي هو حلو هذا حبيبي بس يعني السلام عليكم تعال خلي نسأل حبيبي عمرني عمو أنت بالمحل تفضل عيوني الله يرزقك ويحفظك يا رب نعم أريد أسألك سؤال تفضل همك واحد يدين منك ويغلس وما يجيب إيه والله ما بس واحد يدين والله يعني إيش يأخذ من عندك بالضبط أنت عندك يعني مثل البطرون ما عندي والله ايه مثل حقه 20,000 مسكها 10,000 دينار ظل ذمتي 10,000 دينار يروح ما يجي طبعا معاناة عند الحج والله بطرون اكو واحد ياخذ بطرون بالدين اي وين صيغة هاي السلام عليكم السلام غاتي منو منكم بالضبط هذا السلام عليكم السلام نتعرف على حضرتك محمد ابو عمر الله يحفظك يا رب بدي اسالك سؤال همك واحد ياخذ منك فلوس يدين ويغلس وما يجيبه اوه تدينين وانا مديون هم غلست طبعا هاي الفيكه حلوه هاي مال يدين يرجع يدين يرجع يدين وحدي بوحدي صايره يعني اكون حد هو ما يغلس جزء ما عنده ظروف البشر مرات تدين لا تساعد زين اكو فرق يعني هسه انا من اجي ادين من عندك فلوس انا متشغله معه مثلا بدي اشتري سياره اقول لك انطيني فلوس وانا اجيب لك اياها بعد شهر انا احدد لك الموعد يصير يختلف فينو؟ لا اكيد لا الالتزام بالموعد مهم ما بشيل كلمه الرجل كلمه والله الحج طلع البنك المركزي مالك ما بخلي حد ما مدينه اللي يريد يدين من هذا المنبر يجي على الحج يدين من عنده على راسي الغالي شكرا شلون؟ الحلو بالحج طلع مدين كثير ناس بس بنفس الوقت ما انا مدين واحنا ندعم آه
يريد هو يحاول ينهزم ويفوت بالمحل بس احنا راح نلحقه. لا لا ماكو منا مهرب. سؤال عندي. لا عندي سؤال. لا لا ما يصير. انا لا 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 عندي سؤال. ما انا جاي عليك قلت له حكم لا تدور لك سؤال. تعال بسألك سؤال. ابو علي هسه داخل على الكاميرا بدي اسألك سؤال. بسألك سؤال. دقيقة. هسه بدي اسألك سؤال. المختار ما انت ما عندك محل اسماك؟ انا عندي محل اسماك. زين عندي سؤال انا عاد افتر على العالم عاد شيء. يلا شيء. اكو احد ياخذ سمك بالدين؟ اكيد. مازيني سمك؟ ايه مازيني اكيد. هم ياخذون بالدين؟ اوه كثار. واكو يغلس؟ اكيد. من هذول؟ يعني كثار يعني عادي. سمك سمك مازيني هم انا بالدين؟ يعني هاي انت استعجبتني ها؟ شاك الدفتر؟ دفتر؟ لا سجين. سجين يعني اكثر من ابو الاسواق عندنا احنا. يلا مشي ابلغ شعرك. شاك الدفتر؟ والله لا تغشعني الدفتر انا مال يوم يعني جاي انا يا متعجب يعني معقوله؟ سمك مازيني. يعني ها؟ اي لا احنا ما ادري نقرا اسماء ولا طلع اسماء عادي عندي جماعك يشرحوا قلبي. يعني ما حكيم الحلو بالموضوع انه يعني الحلو بالموضوع ما عنده اشكال يعني حتى يطلع اسماء يعمل ماكو اشكال. اي عادي يعني صار لهم سنتين وثلاثه. اوف اي عادي سنتين. حكي ولا ثاني هذا شعب الاسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. شو ما ملي ليش؟ هذا سجل حبيبي. هذا سجل. ما غشاك بس هالشكل. كم ورقه احكي لي؟ لا واصلين اعداد ما شاء الله يعني عندنا ما شاء الله كثار. اوف كل هاي الاسماء. ايه كثار احنا عندنا ما شاء الله لا تدير بالك ما غشاك سجل. سجل كامل. يعني انت تستغرب حكى؟ على مود هذوي؟ هذوي؟ يعني هي ما مثلا خلينا نقول نحكي بيناتنا احنا. ايه. هي لا يعني شغلاي انه الاكل الشغل. ايه تمام يعني اكو جماعه يجي خوي نعطينه. يا بس ما يخالف 10 ايام عادي. انت وضعيتك تبدل هسه حكى ما وضعيه وني بنتي فقد مره يعني ما قشك الشيء. الله يعينك حبيبي ان شاء الله. واحنا مناشد همينا من هوني راح نناشدهم اللي ما ياخذين سمك رجعوا له الاسماك ماشي؟ لا ما ترجع الاسماك رجعوا فلوس اخوي رجعوا له فلوس. وصلنا الى نهايه الاستطلاع ورجعت من العالم. اكو ما ياخذ بالدين شغلات اصلا لا اكل ولا شغل وما ذيك المهمه والمشكله ما يجيبون ولا يرجعون ولا يادون الفلوس اللي عليهم. والله يعين اللي يدين. كان معاكم بالاستطلاع حكم اكرم العبيدي من منطقه الجامعه. شاهدنا عبر شاشة الموصلية بكل زمان وبكل مكان. أهلنا قبل ما خلوا قصة ما عاشوها وما خلوا حكاية ما عاشوها. من خلال هاي القصص والحكايات ورثونا كثير أمثال حنستخدمها بالوقت الحالي. ومن ضمن هاي الأمثال مثلنا لهذا اليوم يقول جيب الليف وودي الليف. لا ترى شنو هو الليف وشنو قصد هذا المثل؟ من خلال هذا الاستطلاع بداخل سوق المجموعة الثقافية راح نعرف كل هاي الأمور. خليكم معنا. شخص يعرف قصة مثلنا لهذا اليوم، وأكيد استوقفنا الشخص، خلينا نسلم عليه ونشوف الأجواء الرمضانية، هنا بسوق المجموعة أكيد من عنده، مرحبا. أهلا وسهلا. شلونك شنو أخبارك؟ الله الحمد لله الله يحفظكم إن شاء الله. أبو من يقولوا لك؟ أبو العز، كرم. أبو العز، أبو العز شنو الأجواء الرمضانية اللي موجودة بسوق المجموعة بالذات؟ نعم، أول شيء أرحب بكم قناة الموصلية في المجموعة الثقافية، ونهنيكم شهر رمضان المبارك، ونتمنى لكم إن شاء الله دوم الصحة والعافية للشعب الموصلي.
خاصة والعراق بشكل عام إن شاء الله تعالى. أجمعين يا رب إن شاء الله ويكون هذا رمضان خير وبركة على الجميع إن شاء الله. هسا نرجع الأجواء الرمضانية بشارع المجموعة الثقافية خاصة إذا أنت بكرزات. فأريد أعرف الأقبال رمضان قبل شو عن هسا أكو اختلاف أو لا؟ والله الحقيقة شغلة الكرزات هي شغلة مشهورة بمدينة الموصل، والأجواء الرمضانية تقريباً ما تكمل إذا ما بالكرزات الموصلية، لأن إحنا نسميها كرزات أصلاً يعني، فنقول كرزات في باقي المحافظات يسموها كرزات، فتكمل الأجواء الرمضانية بعد الفطور وكذا بالكرزات الموصلية. يعني خلينا نقول الإقبال برمضان على الكرزات مو بس برمضان على العيد، لأن إحنا مقبلين على العيد، يعني إيه ما هو أكثر برمضان رمضان على العيد. اكثر شيء هو بالاعياد، الاعياد عيد الكبير والصغير وبس، دائما الاقبال على الكرز ما ينقطع، يعني برمضان او بدون رمضان او بدون عيد كذا، دائما المحافظات اللي تيجي على مدى الموسم بالسياحه وكذا دائما يرغبون كرزات المصلاويه. زين هل تشوف اكو اختلاف عن رمضان قبل رمضان هسه؟ ايه الحمد لله هسه كثير اكو اختلاف، يعني ان شاء الله خاصه في مدينه الموصل تطور ما شاء الله بكل شيء، ألف الحمد لله من ناحية الشوارع، الخدمات، الكذا، الأمن والأمان الله يديم علينا والعراقيين جميعا. اللهم آمين يا رب. أبو العز فقرتنا لأنا اليوم قصة مثل، راح نعطيك مثل وتقول القصة مالته إذا كنت تعرفها. إذا كنت أعرفها بالضبط إن شاء الله. مثلا هذا اليوم يقول ودي الليف وجيب الليف. ودي الليف وجيب الليف. والله هذا شيء ما كثير حقيقة، احنا هذا المثل متداوليها نقولها متداوليها كثير بالشارع الموصل لي بالضبط. بس أعتقد القصة ما أعرفها كاملة، بس اعتقد انه ودي الليف وجيب الليف هذا واحد يحكي سالفه زين، والسالفه اصلا تطول بدون ما المقابيله ينبهون انه السالفه تطول، اقول له حكيته معانا وكذا ودي الليف وجيب الليف حتى اوصل له السالفه. خلينا نقول الاسترسال يعني. اي نعم الاسترسال، بس القصه كاملة ما صراحه ما تحضرني. اشكرك ابو العز وغدا ان شاء الله جميعا ان شاء الله مستمرين معكم بهذا الاستطلاع ونشوف شخص اخر. هلا والله. ما زلنا مستمرين ومتواجدين بسوق المجموعة الثقافية، هذا السوق اللي يضم كل شيء تحتاجه برمضان وبغير رمضان يعني بكل الأوقات. مستمرين همينا باستطلاعنا لهذا اليوم، وأكيد راح نعرف قصة مثلنا من الأشخاص المتواجدين وياهم بهذا المكان. خليني أتعرف على هذا الشخص. مرحبا. أهلا وسهلا. رمضان مرحبا. كريم. رمضان كريم علينا. شلونك أخبارك؟ الحمد لله تمام. شنو اسمك حضرتك؟ اسمي علي. علي، علي مثل ما تعرف فقرتنا لهذا اليوم قصة مثل، راح أقول لك مثل أو خي قبلها أسألك عن الأجواء الرمضانية عن قبل وهسه، أكو اختلاف؟ لا تشوف اختلاف؟ لا الحمد لله والشكر اختلاف كثير، يعني هسه أقبال الناس على السمون أو الخبز أو يعني والمعجنات الحمد لله والشكر أقبال كثير يعني أحسن من قبل، أحسن من قبل رمضان. حلو، يعني ما أكو اختلاف إنه يعني خلينا نقول برمضان تزيد يزيد الإقبال؟ تزيد أه. أكيد يزيد الإقبال يعني خصوصا قبل الفطور يعني يعني الوقت قوي يصير يمنا. حلو. على مود الله يرزقكم ان شاء الله يا رب، يكون رمضان خير وبركه على الجميع. ان شاء الله على الجميع. ننتقل للمثل من هذا اليوم، يقول المثل جيب الليف وودي الليف، يا ترى شنو قصه هذا المثل؟ تعرفه علي؟ والله لا والله. زين انت هم سمعني يعني هذا متداول هذا المثل كثير، هم تقوله متداول فعلا اي بس شنو فما اعرف يعني قصته شنو هاي. اوكي اذا انت من تقول هذا المثل ليش تقوله؟ انه مثلا اذا تحكي كلام معين وتقوله لو شنو؟ اي يعني شوي ما نفس الشغل يعني نفس الشغل ودي الليف وجيب الليف ما غيرنا شيء. روح وتعال يعني بس مجرد مماطله. طيب بس انا شنو التفاصيل والله ما اعرف يعني. تمام زين علي هم راح اسالك مره ثانيه انه على الاجواء الرمضانيه داخل المجموعه الثقافيه. والله الحمد لله والشكر يعني خصوصا بالليل باجواء رمضانيه يعني حركه قويه كلش في المجموعه يعني تقريبا للثنتين للثلاثه الناس موجودين متواجدين. الحمد لله شكرا وامان وطمئنان يعني الوضع كلش زين الحمد لله شكرا. حلو زين خليني اسالكم عندكم بالبيت بعدكم مثابتين على اجواء رمضان؟ لا الحمد لله والشكر نفس قبل يعني كل شيء ما تغير. حلو. يعني اجواء رمضان وقت الفطور كل العائله تنجمع الحمد لله والشكر نفس الاجواء ما تغير شيء. الله يجمعكم دائما على الخير والبركه. انا اشكرك جدا علي. الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب بالتوفيق للجميع. اعزائي المشاهدين مستمرين وياكم باستطلاعنا لهذا اليوم حتى نشوف اشخاص ناس اخر يعرفون قصه مثلنا هذا اليوم، خليكم ويانا.
جديد ومستمرين معاكم، بس طلعنا لهذا اليوم حتى نعرف قصة مثلنا، واستوقفنا صاحب مكتبة أكيد راح نسأله عن قصة المثل وشوية عن الأجواء الرمضانية خلال هذا رمضان أكيد، وخلال تواجدنا بسوق المجموعة الثقافية. مرحبا. أهلا وسهلا. شلون حالك؟ الله يسلمك. أخبارك إن شاء الله بخير. الله يسلم. رمضان كريم. علينا وعليكم أجمعين. زين، أريد أسألك، هل تشوف فرق بين رمضان هسه ورمضان قبل؟ رمضان إن شاء الله أيام رائعة جميلة، بس أكيد أكو فرق، لأن هي الظروف تغيرت، الناس تغيرت، أتعبنا السوشيال ميديا، أتعب التاريخ وأتعب العالم وأتعب كل شيء، بس رمضان له نكهة خاصة ووقع خاص بقلوب الناس. زين، بما أن أنت صاحب مكتبة ووقتنا الحالي هذا، هم أكو قبال كلش كثير يعني على الكتب لو ما بين بين؟ لا، الإقبال جدا جدا على الكتب رائع. هاي المدينة مدينة تقرأ. حلو، يعني تقرأ. اكو ناس تفضل انه تقرا كتب عن الالكتروني، القراءه الالكترونيه. لم ياخذ السوشيال ميديا دوره مع الكتاب، الكتاب هو الفعال وهو الماشي، يعني فتشي هذا رائع جدا. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. الله يسلمك. خير للكل. احنا تعرف مثل ما تعرف فقرتنا قصه مثل، عندنا مثل راح اقول لك اياه ونشوف اذا تعرف القصه او لا. مثلنا لهذا اليوم يقول جيب الليف وودي الليف، هذا المثل متداول. نعم. فيا ترى شنو قصته اصلا؟ هذا المثل من الأمثال اللي ممكن تبوب على كثير من يعني الحكايات أو كثير. مثلا يقال تريدين إنسان تعبيه أو ما تنطي مثلا فتحة تخليه في وهم أو في مشغول دائما، وأكثر شيء هذا المثل يستخدم بالمسألة المراجعات، مسألة الوظيفة. فودي الليف، جيب الليف، ونثينج عبارة عن انفينيتي، يعني يسميه انفينيتي. بالضبط. انت ما تعرف القصة الأساسية لهذا المثل؟ والله هو قصة كل إنسان حائر هو يطبق، فأكيد هو له فد بيسك معين، فأنا اللي أعرفه أنه هي تدور حول الإنسان الحائر اللي ما يلقي فاينل النهاية. بهذه الحالة احنا ما لقينا أحد يعرف قصة هذا المثل، لكن راح نستنجد بالأستاذ ماهر حتى يتفضل يحكي لنا قصة هذا المثل. السلام عليكم. السلام. شو استاذ علي، صحتك امورك؟ بس لا تقول ما عرفت قصه المثل. يعني هو الانسان الحائر، بس ما شاء الله المصادر كلها من عندك. المعرفه والجهل انصاف اقطار دائره، كلما ازدادت المعرفه يزداد الجهل. صحيح. طبعا هذا المثل بينه قصه، ودي الليف وجيب الليف. هذا واحد اشتغل بمشغل، مشغل مال يعملون ليف. فهذولي عندهم باب السراي محلات يشتغلون الليف منهم، فهذا اللي اشتغل بعد المشغل شغلته يودي هاي الليف لذولي الزبائن اللي موجودين بباب السراي، فما ياخذ وجبة يوديها وداها الواحد اللي هم هو يعني عميل مالهم، فمن غشعها قال له هاي ما مطابقة للمواصفات الجلفية، فقالوا رجعها، فهذا رجعها وداها على المعمل على المشغل، المشغل صلحوها شوية ورجعوها، من رجعها قالوا والله ما هم عتقطع عقلي، هم رجعها، فالمعمل غيروها جابوها غام وداها، فهكذا. فواحد غشوه بالطريق قال له انت ايش عاد تشتغل؟ قال والله شغلتي ودي الليف وجيب الليف. فصار هذا مثل. طبعا مثل ما تفضلت بأنه هذا المثل يعني مثل ما الروح تعال مماطلة، جوجرة، حرق أعصاب، العمل بدون جدوى، أو المساعي الفاشوشية، فلسفة الحيرة. فهو يطبق بالتأكيد على المراجعات في دوائر الدولة، هاي مال روح وتعال وانزل واصعد فوق واختمها من هون ووقعها من غادي، هاي شغلة صحة الصدور اللي هي قمة الغباء الإداري. ما يقولوا واحد جيب لك صح الصدور من يروح من لازم بالبريد وتاخذ له فرد شهر، او يقف ينتظر على هذا الشباك اسمينه شباك الذل والاهانه، ينتظر ساعه على ما يوقع له الموظف، بينما بغير دول خلال دقائق ينجزون العمل. يعني العالم متطور ومتقدم ما شاء الله، ودي يوصلون مثلا الجواز او المستمسك دي بلني الى صاحبه عن طريق الطياره او عن طريق اي شيء. فاحنا لمتى نبقى بهذه الدوامه وهاي الحركه المنكوكيه اللي بدون فائده وحرق اعصاب المواطن؟ فهي يعني قصه المثل وهاي معناته، وايضا ينطبق على هذه الوقايه.
أنا أشكرك أستاذ ماهر وأشكرك أستاذ علي، وبعد ما عرفنا قصة مثلنا لهذا اليوم انتظروني بحلقة جديدة ومثل جديد وقصة جديدة. نعود مرة أخرى وفقرة حكاية لها التاريخ. طبعاً مثل ما ذكرناكم بالحلقة الأولى والثانية بأن هذه الفقرة تهتم بمناطق ومعالم والحوادث والحكايات اللي حصلت في تلك الأماكن وفي تلك المعالم. بعد ما كملنا الحديث عن الجسر الخشبي أو الجسر العايم، اليوم راح نتكلم عن الحكاية اللي صارت أحداثها أو معظم أحداثها قرب هذا الجسر. طبعاً الحكاية اللي هي بطلة أحمد شاهين، هذه الحكاية يعود تاريخها إلى عام 1905، يعني أحداث هذه الحكاية تبدأ من عام 1905. أحمد شاهين هذا يعني كان يعني هو شباب في عام 1905، يعني عمره جاوز 18 سنة، تحول إلى شقاوة أو إلى شخص يعني سيء أو مجرم قطاع طرق أو مسلبشي. والعوامل والدوافع اللي خلته أن يكون شقاوة هو والده. فهسه راح نحكي لكم أشون يعني والده كان سبب وكان الدافع إلى أن يتحول إلى إنسان سيء. طبعاً والده اللي هو شاهين ابن مريودة، والد شاهين مريودة كان تاجر مع الأغنام، رجل ثري. شاهين كان يحب وحدي من أصل لبناني، طبعاً اسمها سوزان، هاي مهاجرة من بيروت وجسة كانت بالقليعات، فغاد يعني يتزوجها. والده مريودة والده منعه من هذا الشيء، قال له هاي ما نعرف أصلها وفصلها عشان تتزوجها، فغاد يقطع علينا الطريق، فقال له تتزوج بتخالدك، فإذا ما راح تتزوجها راح أخومك من الميراث. فهذا تزوج بتخالته عن مرض، بتخالته مدي اللي هي أم أحمد شاهين. طبعاً هذا بعد ما تزوجها مريودة والده التاجر توفى، فشاهين صار عنده كل الأملاك صارت له، لأن هو وحيد المريودة. فهذه الأموال يعني بددها وصرفها على ملذاته الشخصية وعلى أصدقائه، لما ما افتقر كل شيء ما بل عنده، فاضطر أن يبحث عن عمل. لقاله شغل ويصل منطقة اللي هي خارج السور من ينباش طابية وقرصباي، كانوا غادي يعني يشتغلون مقالع مال جاص ومال قطع الفرش والرخام، فاشتغل غادي. فقنع كل هذول أهل المقالة بأن يفتحون فتحة من السور من هاي المكان، لأن المجيء لهاي المكان، لأن هو أيضا بيته بالقليعات، لازم يروحون على باب الطوب، من باب الطوب أو من باب جديد أو من باب سنجار، ففرة تكون طويلة. فقنعهم قالوا نفتح لنا فتحة من السور، ففتحوا فتحة يفوتون يطلعون منها. من فتحوا هاي الفتحة انتشر مرض السل باقي المناطق كلها، بالقليعات وبالنقيرة، صار مرض السل انتشر. أغلب الناس قالوا السبب هاي الفتحة اللي فتحوها، يعني الناس كان يعني ماكو شوية عندهم نوع من التخلف، فتصوروا بأن هاي الفتحة اللي فتحوها هي اللي سببت إلى دخول
مرض السل وسمونه هذا باب الوباء، يعني قاعد يسموه باب الوباء. من انصابت بهذا المرض؟ زوجة شاهين اللي هي ام احمد. طبعا احمد بهالفتره كان صار شاب، فشاهين يعني المرض قام يفتك بالمنطقه وبالجيران، فعزله بالسرداب سكن بالطابق الثاني، عزله بقى لا يواسيه لا ينزل عليها لا ابد، يعني عزله نهائيا. من ظل معها ابنه، هي كانت تحب ابنه حيل، ابن احمد هو كان يحبها، ما فارقها ولا دقيقه ولا لحظه، فكان يداريها. لما ما لفظت انفاسها الاخيره هو كان قاعد يمه وحيضنها، فدعت له بالتقوى والايمان وتوفت. توفت والدته، صار فتور بينه وبين والده، وصار قاسي على والده، لأن يعني صور بأن والده هو سبب وفاة أمه، هو اللي فتح هذا باب الوباء، هو اللي أهمله، هو اللي تركه. فصارت مشاكل بينه وبين والده، يعني لدرجة بأنه ما شاهين ما قدر يسيطر على ابنه أحمد، ودائما اختلاط ومشاكل. فهذا يعني احمد دائما يعني يقعد بالسرداب يتذكر والدته، معلق ملابسه بالسرداب يقعد يبكي، يا امي راح يم الجسر، لان يعني يتذكر من كان يطلع مع امه تروح الماي ياخذون الملابس يغسلوها. فصار عنده فد عقد وحاله نفسيه، فتحول الى شقاوه، فقام ينزل نفس المكان اللي بيها الجسر عايم. هاي المكان كان يكثر بيها الادغال والشجيرات والطرفة والكذا، فمكان يعني تحجب الرؤية، فكان يقتل غادي. فلما ينزلون السقايين أو أي واحد ينزل على الماي يسحب عليهم الخنجر ويسلبه. فكانت هاي سولوت يعني تحول يعني إلى شقاوة وإلى قطاع طرق بسبب هذه العوامل وهاي الدوافع اللي خلته أن يكون بهالشكل، نقمته على والده. طبعا هذا المشهد الأول، فهسه راح نكمل لكم المشهد الثاني من الحكاية. المشهد الثاني من الحكاية، اكو وحدة اسمها عيوشة، هاي امرأة كبيرة تشتغل غسالي. غسالي يعني ايش كان قبل؟ كان اكو يشتغلون غسالات ياخذون الملابس من المنطقه من الجيران يروحون يغسلوها بالشط مقابل اجر، يعني ياخذوها على الشط يغسلوها وينشفوها يبسوها ويرجعوا لمية مقابل اجر. فهي كانت هاي شغلتها. فهي شويه مره كبيره كانت تاخذ معاها بنتها اسمها زهيه، تاخذها معها، فيطلعون مثلا من الصبح من الغبشي مع النسوان كلهم يروحون على الماي. طبعا يعبرون الجسر العايم، يعبرون الجسر الخشبي، لان هاي الجهه اليمنى البلديه تمنعهم، يعني من يجون يغشعون مع يغسلون ياخذون الخويطير مالهم يزتوها بالماء، فيضطرون يروحون على الجهه اليسرى، يعني مجبرين. الشيء الثاني هاي الجهه اليسرى المنطقه تكون معزوله، يعني ما يجون شباب او رجال. وشيء ثاني اكو منطقه صخريه غادي حتى ينشغون الحواس بعد ما يغسلوها. فهاي عيوشه بنتها اللي هي زهيه كانت يعني صبية بعد جميلة جدا، وكان من تبغى من على الجسر كانت تخاف، لأن هذا الجسر يهتز، رشقات الماء اللي تضرب بينه، الخشب، أيضا الحبال تنق لأن الماء صاعد نازل. فهي من كانت تمسك حواس أمها وما تقبل إلا يمشون بنص الجسر، فالجسر يعني كان مرعب جدا، حتى يطلع صوت من ضربات الماء او رشقات الماء على الجسر. فايفة يوم من الايام كانت مع مجموعه من النسوان، هي عايشه وبنتها زهيه، يغسلون على حيفه الجسر. بعد ما عبروا الجسر جاء احمد الشاهين قال له مش عاد تعملون هوني وما غادي يمنعهم. فهاي عيوشه غدت علينا،
صيحت علينا وقالت له انت علي اساس كذا وما اعرف. فهو مثل يعني غد علي بصوت عالي، فهايز هي سالت له حصايه زوجت قالت تضرب احمد شاهين. فهي شايله الحصايه هو ضربت عينه عليها، هي صبيه يعني جميله جدا. فراسا صار تبادل نوع من النظرات فانسحب احمد الشاهين. فاحمد الشاهين يعني تعلق بها لاي البنت اللي هي اسمها زهير. فقام دائما يحوم حول المنطقه، يعني مثلا من ينزلون على ذيك الجهه هو يروح يسبح من جوا حتى يغشعها وكذا. ودائما يريد يعني يحاول ان يوجد له فرصه حتى يحكي معها. يوم من الايام يعني هي هذول ايوشا وزهير ساكنين بالمكاوي. فهو لما كانوا يطلعون يرجعون يروح يمشي وراهم حتى يتعلم مثلا بيتهم او كذا، فيدور له على اي فرصه. في يوم من الايام هم بعد ما خلصوا كانوا عايشون وعايصعدون منطقه الاقليعات، هبت رياح قويه وهي كانت زهير شايله الملابس بالانجاني بعد ما كنشفوا، فطارت قطعه من الملابس. فهو راسا جاء شاله، فكانت رياح كلش قويه فصاح عليهم ما غدوا ما سمعون. المهم فخلاها القطعه مع الملابس يمه وعلقها بالسرداب بداخل السرداب مع ملابس امه. وايضا بقى يتابع زهير حتى في سبيل ان يتكلم معها. فتعلم بيته، فقام بالليل يروح على ذيك المناطق على منطقة اللي هي بالمكاوي. يوم من الأيام راح على ضوء هذه المصابيح الموجودة اللي تشتغل على النفط، فاقترب من الجهة اليمنى محلة عبد خوب. كان أكو درب كلش رفيع ينتهي بقنطرة. سمع صوت رجل يقول اللهم أشكو لك ضعفي وقلة حيلتي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن وصل لي أمه راسا اسمه أحمد الشاهين قال له أش بيك؟ قال له والله أنا أشتغل قزخون، يعني يحكي قصص وروايات بالمقاهي. أكو هذا واحد شقاوة اسمه جلمود يجي بهاي القنطرة يحصرني بالخنجر وياخذ مني 30 روبية. قال له ليش ما تغير مكانك؟ قال له ما هذا يتابعني من الشيخانة من المقهى، ولما أصل هون يجي ياخذ من عندي هاي الفلوس. قال له ايش تقول إذا خلصك منه وأنا آخذ منك 20 روبية؟ أنت ما تنطيني 30 أنا آخذ منك 20 روبية. هذا قال له والله ما أعرف إذا خلصتني منه أنا أنطيك 20 روبية. المهم أحمد الشاهين تابعوا لهذا جلمود ثاني يوم لما ما تعلم مكانه. مكانه كان ينزل يم إيش قلعة، باب القلعة يعني يم باب الجسر أكو إيش قلعة، باب القلعة اللي وضحناه كمية بالحلقة السابقة. فأكو نفق جلمود يفوت نام بهذا النفق. فهذا ثاني يوم الصبح أو بالغبشي بالضياء الأول جاء أحمد الشاهين فات عليان وبعد نيم وضربوا بالخنجر لما ما قتلوه، قتل هذا الجلمود. دور على الفلوس ماله ماكو، بالنفق اللي جوا نيم بينه ماكو بس صخرة. فحرك الصخرة أحمد الشاهين بكل قوته، من حركها دحقوني جواته كل اللي راذب. هذا كل ما يصير عنده فلوس يروح يعمل له ليرات ذهب يصرف يشتغل بيه ليرات ذهب ويخليه تحت الصخره. هذا احمد الشاهين كير، قال والله هسه اموري راح تتعدل وراح اشتري لي بيت واتزوج هاي البنت زهير. فقال احسن شيء ارجع الصخره على هاي الفلوس، لان اخاف لا هاي الفلوس والدي، يعني لان هو اذا بدي اخذها راح يخليها عنده باستغداب مرات والده يقعد يفتش جوا فخاف ياخذها، فخلي خليها بالصخره. وسحبوا هذا جلمود وزته بالشر. هاي راح نتوقف لحد هذا الحدث وراح نكمل بالحلقه المقبله ان شاء الله، فتابعونا.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى وفقره حكاوي مقاهي. طبعا اليوم الشخصيه اللي راح نحكي عليها هي شخصيه موصليه اللي عاصرت الخمسينات والستينات. هو شخص اسمه لطيف شريف. هذا الشخص صارت بينه كثير امور طرائف وبعض المقالب، ابرز هذه الطرائف اللي تكلم عنها الشاعر المرحوم محسن عقراوي اللي هو كان صديقه. هذا الشخص اللي هو اسمه لطيف هو كان موظف في الطرق والجسور، الصور في بداية الستينات. كان يوم الجمعة وقت اللي ما عنده دوام يطلع بسطوح يصيد حمام. فهو عشان يصيد الحمام اكو هاي السلي اللي من عودة من الخيزران تكون على شكل مخروطي، هاي يخلي السلي ويخلي عودي ويشده بخيط مثلا من المداد ويخلي حنطة أو لقط، فمن يجون الحمام أو الطيور فيجغى فيصيد له شعب واحدة أو اثنين. فأحد الجمع كان هو بوحده بالبيت، يعني أهله كانوا راحوا، طلع بسطوح يصيد. طبعا أكو جيرانه دائما يتابعوا فتعلم منه الشغلة، هو مقام يصيد الطيور أو يصيد حمام. فيوم الجمعة طلع صاد له حمامتين، فهو بحده بالبيت وماكو أحد، فأذم نتفه وذبحه ونتفه ورتبه وحشاهم تمن وكشمش ولوز وقعد طبخهم. بعد ما استوى خلاهم بالدست، غلق الدست وخلى السلي فوقهم، خلى طابوقاي فوقاتهم على مود يروح يجيب خبز وطرش حتى يكمل الوجبة الغداء. فهذا ما راح جيرانهم وشعوا من عن يطبخ ومن عن يرتب، فتكون الاسطوحات قبل يعني ستير ناصية، فجاء قلب على اسطوحه وشال هاي الحمامات المحشية وخلى مكانه هو حمامتين انصادن، يعني حمامتين طيبين ما مذبوحين، وغلق الدست حسب الأصول وغطان بالسلي وخلى الطابو دايم. فهذا جاء لطيف جاب الطرشي وفرش المكان ووبحده بالبيت بسطوح، جاء شال السلي فتح الدست وإن الحمامات تطير. هذا تخبر قال يا ربي يعني سبحان الله يحيي العظام وهي رميمة، يبس هاي اللوز الكشمش التمن ويصب صار. فهاي كانت أحد الطرائف اللي مثل ما قلت لكم اللي حكى لنا الشاعر المرحوم محسن عقراوي، وإن شاء الله نلتقي بكم نلتقيكم في حلقة أخرى و حكاية أخرى. إلى هنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل وأن نلتقي وإياكم وحلقة أخرى وبإذن الله.